اذكر أول أمر تقوم به عند عودتك من الدوام. شو تسوي من ترجع من الدوام؟ ترجع للبيت تجاوب عليه. اذكر أول أمر تقوم به عند عودتك من الدوام إلى البيت. اذكر أول مرة. اذكر أول مرة تقوم به. وردة، أول شيء شنو الشيء اللي تقومين به قد ما ترجعين من الدوام؟ هسه انت متقاعدة، بس قبل من كنتي ترجعين، هذا السؤال راح تاخذون انتم. أول ما أدخل أسلم على الموجود بالبيت، أسلم السلام. السلام، السلام عليكم. إذا التحية لأهل البيت. شنو هاي؟ بسوي صدق ليش؟ هو خوش جواب، بس بالاستبيان ما يعرفون التحية، ما يعرفون. مو ذولا يعني اللي أخذنا الاستبيان من عندهم حضريين بالمدينة. ما خلي نشوف نغم. أول شيء من ترجعين من الدوام إلى البيت شو تسوين؟ أدخل الحمام. ها؟ أنزع يعني أدخل الحمام. تغيير الملابس، تغيير الدوام إلى ملابس البيت. تغيير الملابس. نعم، أفضل احتمال هذا، يعني حتى واحد يحتاج إلى أنه يبدي يشتغل بالبيت. تفضلي ست إنعام، أرجعي إلى العائلة. وأيضا تفضلي بغدادي يا البغدادي، والبغدادي يا البغد. الله، نجي حنين. حنين، اذكري أول أمر تقومين به عند عودتك من الدوام. الاستحمام. الاستحمام موجود؟ نعم. ثاني أفضل احتمال. رائع. ها أخوي محمد. الصلاة. ها؟ الصلاة. الصلاة. خلينا نشوف هل هناك الصلاة موجودة؟ الصلاة غير موجودة. ليش؟ لأنه لربما يعني ترجع في وقت غير محلها. أكو أشياء وبعدين لربما يصير يعني قبل وقت صلاة المغرب أو صلاة العصر، يعني أكو مجال، أكو أشياء قبلها تصير قبل الصلاة. كرار الأداء. الأداء في واجبات البيت. نعم، الأداء في واجبات البيت، يعني الطعام. الواجبات واجبات البيتية. الواجبات المنزلية. الواجبات المنزلية يعني حدد لي بس شنو شو تسوي مثلا؟ يعني الطعام مثلا، غسل الملابس. لا لا ولا واحدة. الطعام. الطعام، تحضير الطعام. نعم، الأكل 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 الأكل.